طبعا وزارة الثقافة من أهم الوزارات، لأن يهمنا إن الشعب المصري يبقى مثقف. أنا حاسس بإن الثقافة هتعلى أكتر من كده. أوعى سيبني خد سيبني يا معالي الدكتور، انجدنا يا معالي الدكتور، مالناش غيرك بعد ربنا، انجدنا يا معالي الدكتور. إيه ده؟ مين ده؟ ايه في ايه؟ ده مطيف فلاح طلب يقابل معانيك، وانا قلت له حضرتك مش فاضي، سهلني ودخل من ورايا، بس انا حضرتك مسيطر على الموقف. طب يلا سيبه واطلع انت بره. اتفضل استريح. ربنا يخليك، ربنا يخليك، زي ما اتعشمت فيك والله، راجل ذوق كل ما تذوق والله. ايه القسوه دي؟ حد يعامل الفلاح المصري بالشكل ده؟ ده رمز الحضاره. استريحت؟ الله يريح قلبك ويعلمك دار. يا سلام، من ايام الفراعنه والفلاح المصري بيحتفظ بنفس الروح ونفس التكوين التكعيبي ونفس الشكل ونفس الهم ونفس الطيب ونفس الشكل ونفس الشحطاطي ونفس البهدله. هدي نفسك، هدي نفسك، قول لي انت اسمك ايه؟ بحسبك مرزوق. شوف يا اخ مرزوق، وانا اسف ان انا بقول لك مرزوق حاف كده وشلت التكليف. يا نهار ابيض، ده شرف ليا معاليك. شوف يا بيها احمد، ابيها بليز ممكن تديني الطاقيه بتاعتك علشان اشوف مدى التغيير الذي طرأ على الثقافه الماديه عند الفلاح. هو انا بديك الساعه لو بالطاقيه بتاعتك يتعمل عليها ثقافه؟ ما تقلقش عليك، اتفضل. جميل جدا مرزوق ده. قول يا مرزوق، ايه مشكلتك بالظبط؟ شوف يا بيه، انا زرعت السنه دي قمح وكلفت المحصول ياما، ايش ايجار وايش سمك من الغالي، وبصراحه كده السعر اللي بتاخده بيه مننا القمح سعر تعبان. ازاي يعني تعبان؟ ده احنا بناخد منكم القمح بسعر اعلى من المستورد. صبرك عليا بس يا بيه، ما احنا قلنا يا فلاحين طول عمركم جدعان وراعوا الظروف ووافقوا على السعر، قوم الشونه مش راضيه تاخد مننا القمح، والجمع نتكون في البيوت عندنا ومش عارفين نتصرف فيه. زي ما قلت، الغرزة زمان كانت سبعات تمانيات، دلوقتي بقت دواير مدفرة. قول لي يا مرزوق، والشونة مش عايزة تاخد منكم القمح ليه؟ مصالح يا أبي وشغل على كبير، علشان احنا نضطر نبيع للتاجر كده بسعر أرخص 30 ولا 40 جنيه في الأرداب، ها؟ ويقوم هو بيعه للشونة والتجار تكسب. طب وماله لما التجار تكسب؟ هو التاجر ده مش مواطن زيه زي الفلاح؟ مرزوق، ممكن تديني اللاسة بتاعتك اشوفها؟ بس كده؟ اتفضل الناس، بس تبقى رجعها لي علشان دي من ريحة المرحوم ابويا. يا مرزوق، شكلك كده غيران من التجار علشان بيكسبوا اكتر منك. مش غيري، اصل المسألة فيها اني التجار دول بياخدوا مننا الجمح المصري العافي الحلو ده، ويجيبوا الجمح المستورد الوحش ده الرخيص، يخلطوه في بعضه كده ويبيعوه للشونة بسعر المصري، ها؟ هم يكسبوا بالعبيط واحنا نكح تراب. بلاش نفسنا واتهامات من غير دليل. عندك دليل قول، ما عندكش دليل ما تتكلمش خالص. لسه اللاسة زي ما هي، لسه اللاسة 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 النايلو. زي زمان بالظبط. على فكرة بقى، الجمح المستورد ده جمح تعبان وحالته بالبلة ومسوس وما ينفعش حتى للبهائم، انا شفته بنفسي. والله انا حاسس بنفسنا وبدأت ما استريحلكش. مش واثق فيا يا ابي؟ طب حد الله بيني وبين الجمح، وطب من دينه مزرعة جمح تاني. لا انت سقت فيها، انا لا اقبل اتهام الناس بدون دليل. كده؟ طب انا عايز الطاقية واللاسة بتاعتي عشان امشي. بس عيب يا مرزوق، مش هي دي اخلاق الفلاح الفرعوني؟ دهم له، مش عايزين منه حاجة. انا عاوز اعرف مين مسؤول عن دخول بضاعة زي دي البلد؟ نرجو من السيد العضوي الموقر توضيحي
ما في الأكياس القذرة التي يحملها في يده؟ أمحي فاسد، أمحي قاتل، مليان حشرات سامة. فين الحجر الصحي؟ وفين الحجر الزراعي؟ مين اللي بيبص على الأكل اللي هيدخل جوه في الغلابة؟ ولا دي طريقة جديدة لتقليل عدد السكان؟ إيه الكلام الفارغ ده؟ لا، طب فين وزير الصحة عشان يرد عليه؟ ممكن تديني شوية من الكيس ده أبعته المعمل والتقرير هيجي لنا وإحنا قاعدين. دينه السؤال التاني، هل الجهاز دي اصلا عندها الجهاز اللي بيكشف عن المعادن اللي جوه القمح؟ ها؟ ما عندهمش. يعني قمح بالمليارات مش عارفين نجيب له جهاز ب25,000 يورو؟ ده لو كان جهاز كشف الكذب ما كنتوش استخسرته فيه. وادي نتيجة التقرير جت بمنتهى السرعة. بالسرعة دي؟ طبعا، ده كيس صغير ما خدش وقت. نرجو من السيد الدكتور وزير الصحة إفادتنا بما أتى في التقرير. التقرير بيقول إن العينة سليمة وما فيهاش أي مشاكل، يعني ما كانش فيه داعي للقلق ده كله، والتقرير كان عملي جدا، عمل من الدقيق ده سد الحنك بالدقيق والسكر والعسل. وعلشان كده انا هشهد السادة النواب ايه رأيهم في حل سد الحنك. اتفضل دوق، دوق ودوق اللي جنبك، اتفضلي ادي الزملاء. دوق الاخ، دوق هناك، دوق هناك الاخ اللي نايم ده، يدوق سد الحنك. لا انت حنكك مسدود خلق. حد يجيب حته؟ لا بلاش، ده ده معارضه. أصدر النائب العام قرارا بإعادة القمح الفاسد إلى روسيا وإلزام المستورد برد قيمة الشحنة إلى الحكومة والتحقيق في أسباب دخول الشحنة ومحاسبة المسؤولين عنها في الوقت الذي أعلن فيه كل مسؤول أنه غير مسؤول. وما زال الشعب يتساءل من هو المسؤول إن لم يكن المسؤول مسؤول. وردا على قرار إعادة القمح إلى روسيا، صرح رجل الأعمال الروسي ذو الرأس الذهبية بهذا التصريح. مفيش ترجيع يا حبيبي، احنا بيعنا وكبادنا، احنا سخلينا على مية بيضة. انتوا طلبتوا قمح درجة خمسة؟ اديناكوا قمح درجة خمسة. لو كنتوا طلبتوا قمح بريمو كنا اديناكوا